مرحبا بكم. درس اليوم هو عبارة عن درس نظري حول أنواع البيانات أو الداتا تايب. أنواع البيانات توجد العديد من الأنواع الموجودة في الدلفي التي يوفرها لنا. بطبيعة الحال هذه هي الأنواع، قمنا بتصنيفها. مثلا هذه الأنواع هنا: short ant, small ant, integer ant, 64 بايت, word, cardinal. هذه الأنواع يعني كل واحدة منها كلها، يعني هذا التصنيف قمت بتصنيفها على أساس أنها أعداد لا تقبل الفاصلة أو أعداد انتجر، وكل واحدة لديها المجال. مثلا هذه لا تقبل عدد أكبر من 127 وأقل من ناقص 128. مثلا البايت لا يقبل أكبر من 255. الانتجر هذا هو المجال الأقصى له، والانت 64 هذا هو أكبر مجال له. يعني إذا أردت عدد كبير جدا استخدم الانت 64 أو اليو انت 64 إذا لم يكن لديك أعداد في المجال السالب. هذه هي الأنواع بالنسبة للأعداد الانتجر. وأما بالنسبة للأنواع المنطقية أو بولين، النوع المنطقي وهو نوع يعني يمكنك إما أن تختار قيمة true أو false، صفر أو واحد. هذا النوع يعني مشهور جدا وسنستخدمه بكثرة لأنه يقول لك إما صح أو خطأ. هذا النوع مثلا كمثال استخدامه سنقول var، نعطي له اسم kk وسيكون boolean. القيمة التي نستطيع إسنادها لهذا المتغير kk هي إما ستكون هي مساوية إما ل true، نعم يقبلها، أو false، هذه هي القيم الوحيدة التي يستطيع أن يقبلها هذا المتغير، يعني إما true أو false. بالنسبة للأنواع الكاركتر أو أنواع الحروف، يمكنك التعامل مع الحروف هنا: كاركتر، وايت كاركتر، أنسي كار. بالنسبة لاستخدام الحروف العربية أو اليونيكود، الأحرف اليونيكود أيضا يمكننا استخدام الوايد تشار أو الوايد كاركتر. أما بالنسبة للأحرف العادية فيمكننا استخدام الكار، هذا عادي. بالنسبة للأعداد ذات الفاصلة أو الأعداد الريال، يمكننا استخدام السينجل أو الدوبل أو الإكستندد أو الكومب أو الكورنتي أو الريال، وهذا الخاص بالعملات. يمكنكم وضع العملات في هذا النوع، يعني مخصص للعملات. أما بالنسبة للأعداد ذات الفاصلة، استخدام سينيال أو دوبل أو إكستندد أو ريال، كلها ستكون يعني تفي بالغرض. أما بالنسبة للأنواع الخاصة بالنصوص التي سنكتب فيها نص، يمكن استخدام سترينج، شورت سترينج، أنسي سترينج، عفوا مكررة هنا، أنسي سترينج، يو تي أف 8 سترينج، أو راو بايت سترينج، أو تي بايت. يعني يمكننا استخدامها كلها من أجل احتوائها أو لكي تحتوي على string. طبعا نحن سنستخدم في الأغلبية بالنسبة للstring سنستخدم string، بالنسبة للريال سنستخدم الدوبل، بالنسبة للكاركتر سنستخدم كار، البوليان سنستخدم بالبوليان. هذا يعني توجد أنواع أخرى لكن نحن وضعنا الأشهر. بالنسبة للانتجر نستخدم إما انتجر أو انت 64 أو short انت، يعني على حسب المجال. هذه هنا هي التي مخصصة ولا نريد استهلاك حجم كبير منها، أو يعني لكل واحدة منها حجم مخصص أو سايز مخصص. مثلا 8 بت موجهة للوورد، عفوا للبايت والشورت انت. مثلا 32 بت بالنسبة للانتجر أو والكاردينال أيضا. يعني كل واحدة ولديها يعني سايز خاص بها أو حجم خاص بها. هذا يعني كان عبارة عن درس نظري، لا يجب أن لك لا يعني لا تفكر حتى في حفظ المجال أو حفظ الأسماء. يعني حاول فقط أن تأخذ يعني نحن فقط أردنا التطرق لهذا الموضوع لكي نعرف أنها موجودة أنواع أخرى فقط. يعني سنستخدم أشهر الأنواع: انتجر، بوليان، كار، سينيال، سترينج. هذا ما سنستخدمه، يعني لا تتعب نفسك بحفظ المجال. يعني إذا أردت يمكنك أن تقوم بحفظ هذا في ورقة وحفظه، وستستخدمه في حين الأوقات التي تريدها أو تعرف لماذا ظهر لك الخطأ. يعني بطبيعة الحال أيضا الدلفي سيقوم بإظهار لك الخطأ ويقول لك out of range، أو out of range هو خطأ مشهور إذا تجاوزت الحد المسموح به أو القيمة المسموحة به في النص. مثلا ستكتب هنا في البايت ستكتب قيمة 266 أو 156، سيظهر لك المشكل out of range. هذا هو كل ما لدينا بالنسبة لأنواع البيانات، أنواع البيانات التي يعني موجودة في الدلفي أو المحفوظة في الدلفي أو التي يمكننا استخدامها من الدلفي مباشرة، وطبعا توجد أنواع أخرى.